علي عرفان جوزال، ولدت في كهرمان مرعش جوكسون عام 1967. تخرجت من قسم تدريس الأحياء في جامعة الشرق الأوسط التقنية عام 1992. بدأت مسيرتي الأكاديمية في العام 1997 كلية الطب بجامعة شوكوروفا قسم البيولوجيا الطبية. عملت في ريزي، لقد عملت كعضو هيئة تدريس في كلية الطب بجامعة رجب طيب أردوغان وكلية الطب بجامعة بلجيكشي أديبالي قسم العلوم الطبية الأساسية قسم البيولوجيا الطبية لمدة 5 أشهر تقريبا. تم تعييني نائبا لعميد كلية العلوم الصحية منذ 3 أشهر. تم افتتاحها كمعهد للصحة في عام 2007 وتحولت إلى كلية في عام 2019. حاليا يوجد لدينا 26 عضوا أكاديميا و4 محاضرين و7 مساعدين باحثيين في كليتنا. كطاقم إداري يوجد لدينا سكرتير واحد للكلية ورئيسان ومدرب حاسوب و4 موظفين بالإضافة إلى موظفي الخدمة المدنية. لدينا 4 أقسام مفتوحة في كليتنا تضم طلابا مثل التمريض وتنمية الطفل والإدارة الصحية والعمل الاجتماعي. يدرس إجمالي 1414 طالبا في هذه الأقسام الأربعة. لدينا 5 أقسام مفتوحة ولكنها غير نشطة، أي أنها لم تقم بعد بقبول الطلاب. لدينا 5 أقسام مثل التغذية وعلم التغذية والعلاج المهني والقبالة وعلاج واللغة وعلم السمع، ومن بينها سنقوم بفتح قسم علم التغذية من خلال أخذ الطلاب ربما في غضون عام. في أقسامنا المفتوحة إلى جانب مبادئ أتاتورك وتاريخ الثورة واللغة والأدب التركي وتقنيات المعلومات الأساسية واللغة الإنجليزية والتي يتم تدريسها أساسا في جامعتنا. كل قسم لديه دروسه الخاصة، من بين هذه الدروس هناك دروس مثل أدب الأطفال والأطفال والقانون وتغذية الأم والطفل في قسم تنمية الطفل. يوجد في قسم التمريض لدينا دروس مثل علم وظائف الأعضاء وعلم التشريح والكيمياء الحيوية، حيث يتم تقديم التعليم الطبي الأساسي، بعد ذلك تمريض صحة الطفل وأمراض النساء والتوليد وما إلى ذلك. لدينا برنامج يتضمن دروس محددة مثل التمريض.